تتبطر خليه يفيدنا الجراج نقعد نغسل بيه الزوالي براحتنا. ولك هواية جزء. خلي احكي لك المواصفات بعد. إيه. غرفة النوم كبيرة وغرفة الصالة 6x8 يعني تريلة تفتر بيها. عمي هو أنا إيش عندي أنا؟ كل عندي قنفة وكرسيين. ما يحتاج الأثاث منه وبي بس تجي تسكن ودير بالك على البيت. حلم حلم هذا مستحيل. ما صدق ما صدق. أقول لك بعد مواصفات أخرى لو تنجلط. لا أقول. لا أول مرة تنجلط. لا بعدين بنسمع. حلو. البيت يطل على الشط مشناية يعني راح تقضيها سمت مشقوف على الشط. يعني مسعدة وبيتك على الشط. اي منين ما عملتي غرفتي ترارارا بعد تري العشاء طلع. اي زين اقول لك ابو نابل خلينا نروح نشوفه. المشكله بعد ماكو فايده نشوفه. ليش؟ لين خلصت المده وابو البيت اجى هسه صار له 20 سنه اليوم خلصت وهسه خابرني رمش لي هو سب عباس بن فرناس بالمطار. هسه اذا اقوم ما يحتاج تقوم هسه تقريبا وصل لبيته. اذا تحب تاخذ هديه تقول له الحمد لله على السلامه. حمل ابوس ايديك حمل حمل يا معود. جيت يابا ابوي جيت تفضل ولدي. هلا وحجي شلونك؟ هلا عيني شلون صحتك؟ الله يسلمك حجي. هذا الفيديو جاي اشوفه. صورتك؟ لا حجي الفيديو. ايش بيه الفيديو؟ ما جاي يحمل. زين هو ما جاي يحمل وانا ايش عليه؟ شلون حجي ايش عليك؟ شلون مو انا مكنك عليكم ما تدري؟ جنابك مكنك على بيتنا على نتمنى. إيه جاي تحاسبني؟ طبعا احاسبك حجي. اذا انتم 50 طفل عندكم بالبيت يا حجي انا عندي شغله ضروريه بس طفي خلي الجهال يطفون حتى يحمل الفيديو. ترى انت اسمح لي اقول لك مع احترامي لك انت فد واحد ما تستحي. ليش حجي صيح عليك؟ ما تستحي. لا حجي لا صيح عليك. مكنك علينا ايش بيكم تعاركون؟ احضرنا اخي شكو. انت يبين عندك ضمير وخش ولد. شكرا. الاخ مكنك على نتمنى وجاي يحاسبني ويقول لي مدى يحمل انا شنو علاقه الموضوع؟ حجي انت ليش تزعل من الحق؟ تريد الصدق؟ ايه؟ نت مالتكم يفشل. يعني انا ما اقدر افتح اي شيء. ما اقدر افتح الانستغرام يا عتعتي. هيك يسوي الانستغرام. شفت حجي الفيسبوك غسلت ايدي منه ومنه من عنده كل شيء ماكو. يعني شو يحسوا بينا حجي؟ ما يصير هيك. جنابك هم مكنك علينا انت وهذا؟ طبعا. احكي وياه احكي وياه ما جاي يفتهم ما جاي انه فوقاه ما قابل. مو بكيفه. شكو مكبر راسه وتحكي وياه؟ شوف حجي ترى وصلت لنا قللوا استخدامكم للنت. ترى ما يصير هيك حسوا بينا. يعني تشعدكم انتم؟ احنا عندنا شغلات مهمه نريد نخلصها. ما يصير هيك. طفوا موبايلاتكم. يعني اثنينكم كنكين على بيتنا وبيتنا صار مكنكه وتقول طفوا موبايلاتنا حتى جرابكم تكنكون على بيتنا؟ عمي اجي وياك لا تطفون موبايلاتكم. عندي حل يرضي جميع الاطراف. وهو اشتري لك منظومه زينه تكون شوي سعرها غالي على مود النت يقوى. ها يقوى عندنا النت وما يثر على النت مالتكم. ايش قلت عايل وياك عمي؟ يعني يقول احسن من هذا الحل ما تلقي يا حج. لا انا عندي حل يرضي المنطقه كلها. شنو بالله؟ راح اشيل منها